رفعوا راسنا الابطال. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن البطوله، عملوا ايه، لعبوا ازاي، كل الاجواء من الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشه الطائره اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك ومبروك لينا كلنا الفوز. صباح الخير يا كابتن منى، صباح الخير يا كابتن مصطفى، واهلا بيكم واهلا بالبرنامج الجميل اللي دايما وشه حلو على الفل. الرياضة يا كابتن مصطفى، ازاي حضرتك؟ صباح الفل عليك، قول لي بقى عملتوا ايه؟ انا سامع ما شاء الله، يعني انا عارف ان ده نتاج اهتمام، مش هقول القيادة السياسية والدولة المصرية، هقول المجتمع المصري كله بذوي الهمم، احنا ما كناش شايفين ده زمان، ولكن النهاردة عندنا اهتمام بذوي الهمم بينعكس على بطولاتنا اللي كمان بتجيب لنا ميداليات من الخارج. نوضح النقطة دي قبل ما نتكلم في التفاصيل. طيب قبل ما اوضح النقطة دي وقبل ما نتكلم في التفاصيل، احب اقول لحضرتك واحب اقول للكابتن منا واحب اقول للشعب المصري كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. كل سنة وحضرتك بألف صحة يا دكتور. كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة يا كابتن مصطفى انت لمست وتر حساس ووتر جميل. النتائج التي حققها منتخب مصر الريشة الطايرة لمنتخب ذو الهمم، الحقيقة هذه الفئة اعتقد ان الدولة سياسيا واجتماعيا وجميع الاوجه واقتصاديا لم تبخل على هذه الفئة باي شيء، وخصوصا في الملف الرياضي. احب اتوجه بالشكر للسيد الوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي على دعمه للأسوياء وذو الهمم. بطولة أوغندا كانت من أشرس البطولات في الريشة الطايرة خاصة بالهمم. يمكن العام الماضي مصر شاركت في هذه البطولة ولكن لم تحصد عدد هائل من الميداليات، زي ما حضراتكم ذكرتوا 6 ميداليات ذهب، وانتوا الحقيقه انا بشكركم على التقرير الجميل اللي انتوا وفرتوا عليا فيه مجهود، لان انتوا ذكرتوا الميداليات الذهب والفضه والبرونز. احب بس اوضح صوره الريشه الطايره، لعبه اولمبيه بتدخل في الاولمبياد في 5 ايفنتات او 5 مسابقات، فرد الرجال، فرد السيدات، زوج الرجال، زوج السيدات، ثم زوج المختلط. زوج المختلط يعني ولد وبنت، بيقابلوا ولد وبنت. ف5 ميداليات أولمبية. هذه البطولة التي أقيمت في أوغندا بأكثر مشاركة من الدول الإفريقية، يمكن ما كانش فيها أكثر من 10 دول، وده رقم يعتبر في ذو الهمم رقم مقبول كبير. مقبول في البطولات. فالحقيقة الشكر للدولة من أول رئيس الجمهورية لوزير الشباب لكل العاملين في صحيح. مجال الرياضة. البطولة كانت بطولة شرسة جدا واستمرت أكثر من 10 أيام. الحقيقة النشاط بتاع مصر في الريشة الطايرة نشاط واسع سواء محلي أو دولي، والدليل على كده أن مصر بتنظم اتحاد المصري للريشة الطايرة التي أشرف والذي أشرف أن أكون رئيسا ومعي مجلس إدارة محترم. هننظم في شهر اكتوبر بمناسبة اعياد اكتوبر بطولة مصر الدولية للاسوياء. اول العام القادم 2024 اول بطولة عالمية للريشة الطايرة لذو الاحتياجات الخاصة سوف تستضيفها مصر. بطولة عالمية بمشاركة جميع دول العالم الذي له الرغبة في المشاركة. أكيد. طيب دكتور، احنا عارفين ان الريشة الطايرة من الرياضات اللي حقيقي ظاهريا اللي بيتفرج عليها كده بيبقى حاسس انها لعبة بسيطة، ولكن هي فيها مجهود رهيب، خصوصا انها طبعا اندور ومقفولة علشان الهواء والريشة، والمجهود اللي بيعمله اللاعبين بيبقى كبير جدا. ازاي الشباب قدروا يستعدوا بشكل مكثف جدا قبل البطولة علشان نقدر ناخد هذا الكم من الميداليات؟ ربنا يزيد ويبارك. أشكرك يا كابتن منا، واضح إن حضرتك لك خبرات في الريشة الطايرة، والدليل على كده ليست مجاملة، ولكن الريشة الطايرة يجب أن تمارس داخل صالات، ومن هنا جاءت التكلفة. فداخل الصالات، وإن كان الاتحاد الدولي بدأ يتجه إلى نشر اللعبة عن طريق تغيير اللعبة
بحيث انها ممكن ان تمارس في الهواء الطلق. عارفة معظم الالعاب في بيتش فوليبول وفي بيتش هاندبول، وبالتالي بدأ الاتحاد الدولي ينظم بطولات للريشة الطايرة مع اختلاف وزن الريشة واختلاف المضرب واختلاف الارضية بتاعت الملعب. زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن منى وقلتي اندور، يعني البطولات الدولية لازم تمارس داخل صالة. الريشة الطايرة مكلفة لان في بعض المضارب، يعني احنا بقريبين من رياضة التنس. اصل بنتي بتلعب ريشة فانا متأكدة من اللي حضرتك بتقول. حضرتك كمان تشرفي لان ليس هناك سن محدد لممارسة الريشة الطايرة. تمام. في مسابقات لي مش عايز اقول كبار السن لان حضرتك لسه لم تصلي لكبار السن. فأهلا بيك وأهلا بيك يا كابتن مصطفى. أنا هنيجي نلعب مع حضرتك. ده شرف ليا والله كابتن. شكرا مصطفى. شكرا ليك يا دكتور. الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة نورنا وشرفنا وكلمنا تحديدا عن الإنجازات البارالمبية اللي عملها منتخبنا المصري في البطولة الأفريقية، حاجة تشرف منا وانعكاس حقيقي لدور دعم المجتمع المصري والدولة المصرية لكل ذوي الهمم. أكيد.